شبح الخلافات خيم على أول محادثات أمنية رسمية منذ 4 سنوات بين الصين واليابان بهدف درء مخاوف مشتركة للبلدين المجاورين، مشاكل تنضوي تحت بندي التسلح والمناطيد احتدمت بين بكين وطوكيو بشكل لافت خلال المحادثات، إذ أبدت الصين انزعاجها الشديد من زيادة اليابان إنفاقها الدفاعي وقدراتها العسكرية، فيما انتقدت طوكيو العلاقات العسكرية بين بكين وروسيا والاشتباه في استخدامها مناطيد تجسس. المحادثات التي تهدف إلى تخفيف حدة التوتر بين ثاني وثالث أكبر اقتصادات العالم جاءت في الوقت الذي تخشى فيه طوكيو أن تلجأ بكين إلى القوة للسيطرة على تايوان في أعقاب هجوم روسيا على أوكرانيا، مما يؤدي إلى اندلاع صراع يمكن أن يورط اليابان ويعرقل التجارة العالمية. وكانت اليابان أعلنت في ديسمبر الماضي أنها ستضاعف الإنفاق الدفاعي على مدى السنوات 5 المقبلة إلى 2% من ناتجها المحلي الإجمالي، أو ما قيمته 320 مليار دولار لردع الصين عن اللجوء عن العمل العسكري. أما بكين التي زادت الإنفاق الدفاعي 7.1% العام الماضي، فتنفق أكثر من 4 أضعاف ما تنفقه اليابان على قواتها، في حين أن العلاقات بين اليابان والصين تحمل في طياتها الكثير من الفرص، فإن طوكيو تواجه أيضاً العديد من المشكلات والمخاوف بشأن نزاعها الإقليمي مع بكين على جزر غير مأهولة في بحر الصين الشرقي، والتدريبات العسكرية المشتركة الأخيرة التي أجرتها بكين مع موسكو، وما يشتبه بأن مناطيد مراقبة صينية كانت قد رصدت فوق اليابان 3 مرات على الأقل منذ عام 2019. وبعد إسقاط الولايات المتحدة ما يشتبه بأنه منطاد تجسس صيني، قالت اليابان إنها تخطط لتوضيح قواعد الاشتباك العسكري للسماح لطائراتها المقاتلة بإسقاط الطائرات المسيرة التي تنتهك مجالها الجوي.